السلام عليكم. اليوم بدي أسجل خاطرة تتعلق بالفتوحات الإسلامية، واللي هي انتقدت كونها ارتبطت بنشر الكلمة أو نشر الدين بالسيف. وحقيقة هو الأمر فيه مغالطات كبيرة، وأنا بس بدي أذكر أمرين. الأمر الأول أنه إلى الآن الأمر السائد في الدول والإمبراطوريات والقوى العالمية هي الرغبة في التوسع وإلغاء الآخر أو التوسع على حساب الآخر. وبالتالي إذا أنت ما كان عندك السياسة التوسع وإدراك أهمية هذا الأمر، فالآخرين سيتوسعوا على حسابك، إما بمعنى الحرفي أو بمعنى الضمني، بمعنى أن يكون هناك انتشار عسكري أو انتشار في النفوذ. وبالتالي لا يليق بقوة جديدة صاعدة ككيان سياسي يحمل الدين الإسلامي أن يهيمن عليه من قبل قوى أخرى تحمل إيديولوجيات أخرى، وبالتالي تلغي الديانة الإسلامية أو الدين الإسلامي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو مستوحى من قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ، وهو الفكرة بأنه وجدها الطائر الجاسوس الهدهد، هي وقومها يسجدون لا يسجدون لله سبحانه وتعالى، يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فكيف يستطيع أن يذهب كإنسان أعزل من طرف سيدنا سليمان ويذهب إلى بلد آخر فيه منظومة حكم فيها ازدواج أو زواج بين السياسة والدين كما نعرف جيدا، ويقوم بطلب من الناس أن يعرض عليهم بضاعة أخرى، وهي أن يسجدوا لإله واحد الذي خلق السماوات والأرض؟ هل يا ترى سيجد الأبواب مشرعة من قبل هذه الدولة حتى أنه يسمحوا لمن يشاء أن يضعضع المنظومة السياسية الدينية التي يقوم عليها الحكم في النهاية، والتي فيها مشروعية الحاكم بأنه يستمد مشروعيته من كونه أحد سدنة هذه معبد هذه الديانة، وبالتالي يضعضع الكيان السياسي الديني؟ فبالتالي نفهم بأنه الاقتحام المسلمين لأراضي الفرس هو لإعطاء الفرس الحرية الاختيار بين أن يبقوا على ما هم عليه أو أن يعتنقوا الإسلام، بينما إذا بعث رسل عزل هذا الأمر قد لا يحصل. شيء نفسه ينطبق على الروم. ربما كانت هنالك نشر الإسلام بالسلم في وقت كانت الأراضي أقرب ما تكون إلى نومان لاند، أو بلاد ليس فيها عصبيات سياسية دينية وليس فيها هذه التركيبة وليس فيها من يمانع أصلا في أن يأتي من يأتي وينشر بضاعته التي يريد، كما كان أو كما روي إلنا أن الهند والسند وغيرها انتشر فيهم الإسلام دون الحاجة لفتح أصلا. فهي بس الكلمتين اللي حاب أحكيهم، وأعتقد الأمر مفتوح كلام كمان لأي مداخلة.